نتمنى من الله تكون هذه الانتخابات اللي حنا مقاطعينها انها تعطي واحد التغيير ان شاء الله من هنا لقدام. واش نقول لك، انا مقاطع لان هاد الناس هادو فقدنا فيهم الثقه بصراحه، لان بزاف شحال من عام ملي كنا صغار تغير 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 سلا ما زادوا فيها حتى شي حاجه، نفس الوجوه نفس الهضره نفس، ولاحظت اللي لاحظوا كاع الناس ان حتى شي حزب ما مقدم شي برنامج اللي انه تحترم واللي يخلي الناس يمشيو يصوتوا عليه، وهذا هو الاسباب اللي خلانا انا بعدا شخصيا نقاطعهم. والوعود الكاذبه ديما وعود غنديروا غنديروا، واكبر دليل على ان الناس ماشي قراب من المواطن هي في الكونفيرمون الاخرى اللي كانت، الناس كانوا تيعانيو، الناس جلسوا من الخدمه فقدوا الشغل ديالهم وداك الشيء، وما كان حتى شي واحد اللي يقدر يجي يدق عليهم ويقول لهم، اغلبيه كانوا كيجيو غير باش يوجدوا الحمله الانتخابيه ديالهم. كاين شي بعض الاحزاب اللي شي شويه ولكن ما كذب عليك فقدونا الثقه، لانه تيعطيك وعود وهادي، واغلبيه ديال الشعارات ديالهم ماشي شي شعارات في المستوى. وحاليا اش نقول لك، انا مقاطع، رساله لديري الاحزاب يغيروا ذوك الوجوه ديالهم القديمه ويديروا شباب ويديروا ناس عندهم يعني كفاءه، انهم قادرين باغيين يعطيوا واحد الديماء جديده للساحه السياسيه المغربيه. واش نقول لك، البلاد خصها تغيير، ونتمنوا من الله الناس انهم يصوتوا على وحدين اللي في المستوى يقدروا يخدموا. انا بعدا بالنسبه لي راه ما الهضره ديالي راه قلتها، ما كاينش شي واحد اللي يقدر، ونتمنوا البلاد تزيد لقدام، والله ينصر الملك، الله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا، لانه صمم الامان ديال البلاد هذا هو اللي كنشوفوا فيه واحد الشخص اللي انه يعني فوق منهم، فوق من كل شيء، والله ينصروا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.